بيبدأ الفيلم بواحدة بتصحى من كابوس وتكون في كيس غريب كده شبه الشرنقة، تقعد تتنفس بسرعة وتحرك وشها لغاية ما الكيس بيتقطع، بتطلع دماغها منه وبعدين بتطلع ايديها وبتحاول تفك نفسها، وبتلاقي نفسها متربطة بأجهزة، وبعد ما بتقطع الكيس كده بتقعد تصرخ وتخبط على الحيطة وبتطلب النجدة لأنها مش عارفة تقوم من مكانها. وفجأة الأنوار بتنور وبتظهر لها شاشات حواليها، بعدين صوت بيتكلم وبيقول لها فشل النظام ونسبة الأكسجين 35%. بيقول لها أنا ماله، صممت لتلبية كل احتياجاتك الطبية. بتقول له أنا فين وليه مش فاكرة أي حاجة، خرجني من هنا. بيقول لها آسف ما أقدرش أخرجك من هنا. بتقول له طب إيه اللي حصل؟ بيقول لها توقف التبريد الطبي. بتقول له تبريد؟ طب وبعدين بتقعد تخبط على الحيطان على أساس حد يسمعها ويجي كذا، بس ما حدش بيرد عليها. بعدين بتقعد تطمن نفسها وتقول اكيد انا مريضه ودي مستشفى وهيجي حد يساعدني دلوقتي. بعدين بيجي لها شويه ذكريات غريبه عليها كده ما تعرفهاش، فبتسال ميلو انا مين واسمي ايه. بيقول لها اوميكرون 267. بتقول له يعني ايه؟ قال لها النموذج الحيوي 267. قلت له طب اعرض صوره النموذج الحيوي. فبيقوم مطلع لها صورتها، فبتستغرب ازاي اسمها كده. وبعدين بتقول لنفسها انا اكيد هنا عشان اتعالج من حاجه، طب وريني كده التقرير الطبي بتاعي. فبيوريها وبتلاقي انها سليمه. بتقول له خلاص خرجني بقى. قال لها ماشي بس لازم تديني الباسورد. قالت له معيش باسورد. قال لها يبقى ما ينفعش. قال له طب عايز اكلم حد من بره. قال لها مين؟ قالت له الشرطه. وفعلا بيتصل بيهم وبيرد عليها الشرطي، فبتحكي لهم كل اللي حصل وانها في غرفه الاكسجين فيها عمال ينقص ومحدش بيرد عليها ومش فاكره حاجه. فبيقول لها طب هاتي عنوانك. قالت له مش فاكره. فطبعا الشرطي بيفكرها بتكذب عليه. بتقول له طب انت ممكن تتابع المكالمه بتاعتي عشان تعرف مكاني. بيقول لها طب اديني اي معلومه، اسم الشركه، رقم تسلسلي للحجره، اي حاجه. فبتبص بتلاقيهم مطبوعين على الجنب وبتقول له عليهم. بعدين الاتصال بيتقطع. بعدين بتقول له ميلو اعمل لي بحث عن حمض النووي، شوف لو في اي تطابق مع اي حد. وفعلا بيلاقي تطابق واحد، وبيبعت لها صور لدكتوره شبهها بالظبط اسمها اليزابيث هانس. بعدين بيتصل بيها واحد تاني اسمه كابتن مور من قسم العلوم والتكنولوجيا، وبتقول له اسمها. وبعدين بيسالها نسبه الاكسجين كام فضلات قد ايه. فبتسال ماله وبعدين بتقول له 43 دقيقه. وبعدين بيسالها شويه اسئله عن ذكريات ليها وبتقول له مش فاكره اي حاجه. انتوا لقيتوني؟ قال احنا سالنا الشركه المصنعه للحجره دي، قالوا لنا دي اتدمرت من 3 سنين. وبعدين الاتصال بيتقطع. بتقعد تعيط وبتفكر تعمل ايه. بعدين بتقول له ماله يجيب كل معلومات عن دكتور اليزابيث هانسن، وبتلاقي مجموعه مقالات عنها. وبعد ما بتبص فيها بتلاقي انها واخده جائزه نوبل في علم التبريد، وبتعرف ان هي اللي عملت الاله دي. وبتبص تاني في المقالات بتلاقي صوره ليها مع جوزها، فبتعرف انها كانت متجوزه وجوزها اسمه ليو فيرجسون. بتطلب من ميلو يتصل عليه وفعلا بيتصل. بترد عليها واحده ست واليزابيث لسه بتقول لها ممكن اكلم دكتور ليو انا مراته. فبتقوم قافله في السكه في وشها وبتحاول تتصل بيها تاني. بتقوم رد عليها وقايله لها اياك تتصلي هنا تاني، وبتقفل السكه في وشها تاني. وكل شويه ميلو يقول لها نسبه الاكسجين كام واللي هي عماله تنقص حاليا بقت 21%. بعدين بتفك كابل وبتحاول تفتح بيه باب بس مش نافع. وميلو بيقول لها انت متوتره تاخدي مهدئ. فبتفكر شويه كده وبتقول له ماشي. بعدين بتمسكه عشان تكسره وفعلا بتكسره. بتحاول تفتح بيه الباب بس بتتصعق. ميلو بيقول لها اي محاوله اختراق هتصعق. فبتقعد تعيط وتقول انا كده هموت. بعدين بيجي لها مكالمه من الشرطي بيقول لها رجالتي في الشركه حاليا وهيجيبوا الكود. بعدين بتقول له ان ليها زوج اسمه ليو. فبيقول لها ازاي انا معلوماتي بتقول انك مش متجوزه. بتقول له ازاي؟ وبترجع تدور تاني في الصور اللي كان فيها ليو فمش بتلاقيه. وبتحكي له عن المكالمه اللي الست قالت لها ما تتصليش بالرقم ده تاني وقفلت في وشها السكه مرتين. بتقول له الست دي كانت تعرف هو اكيد موجود. قال لها اسمعيني بس ما فيش حد اسمه ليو، انت عالج بيخدعك بسبب الحاله اللي انت فيها دي. فبتقول له انت كذاب. بعدين هو بيحكي لها عن شويه معلومات عنها. تسمع صوت حد معاه، صوت ست كانها بتنقله الكلام. فبتقول له مين دي؟ بيقول لها ما فيش حد معايا انت بتهلوسي. فبتقول له انت كذاب تاني وبتقفل السكه في وشه. وبعدين بيجي لها ذكريات تاني بتلاقي فيها ليو مريض جدا وبيموت. فبترجع تاني وبتخلي ميلو يعد لها الجزء اللي في المكالمه واللي كان فيه صوت الست بتنقله الكلام دي. بتلاقيها بتقول قول لها انت بتهلوسي عشان هي متوتره. فبتعرف ان في حد بيراقبها. بعدين بتتصل بيها الست اللي قالت لها ما تتصليش بالرقم ده تاني لما كانت بتسال عن ليو، بس المره دي جايه تساعدها. بتقول لها كل اللي حصل ده كان غلط. فقالت لها طب خليني اكلم ليو. لا مستحيل تكلمي ليو لان ليو مات. فقالت لها اسمعيني محدش يقدر يساعدك غير يا ليز. بتقول لها عرفتي اسمي منين؟ قالت لها مش مهم، المهم اني اساعدك. قالت لها طب هاتي الكود. قالت لها ماشي بس ما ينفعش تفتحي حجره التبريد. وفعلا اديتها كود وتحولت ليها كل صلاحيات الحجره. وبعدين كانت هتفتح بس الست اللي بتكلمها دي ترجتها ما تعملش كده لانها لو عملت كده هتموت. قالت لها طب اثبتيلي. قالت لها ماشي. وخليتها تغير حاجه كده في الاعدادات وفجاه بتلاقي نفسها في الفضاء طايره. وبتعرف انها على بعد 65000 كيلومتر من كوكب الارض. ورصت لها كل الحقيقه بقى. قالت لها انت في نوبه ثبات لتنفيذ مهمه بس حصل خطا وفقتي منها قبل الميعاد المحدد، بس انا اللي عامله الجهاز ده وهقدر ارجعك تاني. قالت لها طب ايه المهمه دي؟ قالت لها استعمار كوكب تاني على بعد 14 سنه ضوئيه. بس لسه طبعا بتكون مش مصدقه الكلام ده. بعدين بتعرف ان الحوار ده كله حاجه عسكريه والشرطه ما تعرفش عنه اي حاجه. بتعرف ان ليه حقيقي فعلا
ومات من مرض بيهدد بقاء الجنس البشري كله. وبعدين بتقول لها لازم نلحقك لان في خلال 10 دقايق هتبقي خارج النطاق ومش هنعرف نتواصل معاكي ابدا وهتموتي ولازم تساعديني عشان نلحق. وفعلا ليز بتوافق. بعدين بتقول لها تعمل كام حاجه كده في الاعدادات بس طبعا بسرعه لان الاكسجين عمال يقل وما بتلحقش. بعدين المكالمه بتقطع بعد ما بتقول لها طوري عن ليف ذكرياتك وانت هتوصلي للحل. بعدين بتقعد تصعق في نفسها عشان ده بينشط لها الذكريات لانها طبعا عماله تهلوس. في الاخر برده مش بتوصل للحل فبتاخد قرار الفتح وبتستسلم للموت لانها مش عارفه تحل الموضوع ده. بس قبل ما تفتح بثانيه بتفتكر ليه بتسال ميلو عن عدد الوحدات. قال لها 10000. قالت له طب عاوز اشوفه. وبعدين حصل المشهد الرايق ده واللي فيه منظر ال 10000 وحده. وبعدين قالت له مين تاني صحى من الثبات زي كده. قال لها انت بس. ومات 433 واحد في اصطدام كويت. بعدين بتقعد تدور فيهم عشان تعرف ليه موجود ولا لا وفعلا بتوصل له وبتعرف انه في الوحدات اللي شغاله تمام. بس بتاخد بالها من ان ليه الحقيقي في وشه علامه. ازاي ليه وده بقى مفيش في وشه علامه؟ بعدين بتشوف فيديو للدكتور اليزابيث هانسن بتتكلم فيه عن نقل الذاكره وعن استنساخ البشر. بعدين بتقول لي ميلو يتعرف على صوت الست اللي كلمتها من شويه وادتني الباسورد وكانت بتحاول تساعدني. بيقول لها انها دكتور اليزابيث هانسن وشويه معلومات كده عنها. فبتكتشف ان هي نسخه منها وبتاكد ده بعد ما بتسال ميلو عن تعريف للاوميكرون. بيقول لها انها نسخ للجنس البشري للتكاثر على الكوكب الجديد اللي رايحين. طبعا بعد ما بتسمع الكلام ده بيجي لها حاله عصبيه شديده جدا وبتقعد تصرخ وتعيط لان هي مجرد نسخه من حد وده طبعا زعلها جدا. بعدين بتكون متابعه رساله للاوميكرون بتاع ليو لاساس يسمعه لما يوصل لانها خلاص هتستسلم للموت لان مفيش وقت. بس بيكون جواها دافع للبقاء لانها بتحب ليو وعايزه تعيش معاه على الكوكب الجديد ده. فبترجع عن قرارها بتحاول تحل المشكله تاني. وبعدين بتبدا توقف المعالجات اللي ملهاش لازمه قوي في الجهاز عشان تقدر ترجع تاني للثبات وتوصل. وفعلا بتوصل كل الاسلاك المهمه تاني. وبعد كل ده ميلو بيقول لها الثبات برده مش هيشتغل لان الحد الادنى للاكسجين ان يكون 2% واحنا دلوقتي 1% فمش هقدر اشغل الثبات تاني. وبرده بترجع تاني تاخد وضع انتظار الموت وان هي خلاص هتستسلم ان هي عماله تحاول ومفيش فايده. فبيوم جه لها فكره تانيه انها تحول مخزون الاكسجين للوحدات اللي فقدت واصحابها ماتوا دول 433 ليها. ده طبعا هيساعدها انها تكمل الثبات بتاعها. وفعلا ميلو بيبدا عمليه الرجوع للثبات ونقل فقد الاكسجين بتاع الوحدات التانيه دي وكده هيبدا الثبات. طبعا بتقعد تعيط من الفرح بعد كل اللي حصل ده. بيبدا الثبات تاني وبتكون كده اخيرا حققت كل اللي هي عايزاه وانها ترجع للثبات. وبينتهي الفيلم بمشهد لليز مع ليو وهم على الكوكب الجديد بعد ما وصل. وبيخلص فيلمنا هنا. سلام.